أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى أولى حلقات العام الجديد، كل عام وأنتم بخير. الدقة والحياد والموضوعية ثلاثية تحفظ حق النشر وتصونه، لكن ماذا عن كشف وثائق الدولة وأسرارها ورجالاتها واستغلال الحياة الخاصة إساءة أو تشويها بالكلمة حينا وبالصوت والصورة أحيانا أخرى؟ أين هو الحد الفاصل بين ما تراه السلطة تشهيرا وما يراه المجتمع حقا معرفيا مطلقا؟ أليس لعامة المواطنين كما للمسؤولين الحق في حرمة حياتهم الخاصة؟ وأين يبدأ الحق الصحفي في الوصول إلى الحقيقة ونشرها وأين ينتهي؟ وأي سوابق أرستها الثورات العربية؟ الإعلام بين التشهير وحق النشر، جدلية نطرحها الليلة في مثير للجدل. أهلا بكم مشاهدينا. في البداية طبعا أرحب بضيوفي الأعزاء. أولا أرحب بالكاتب الصحفي سعد هجرس، أهلا بك. أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بنائب رئيس التلفزيون المصري الإعلامي عصام الأمير، أهلا بك. أهلا بك. كما أرحب أيضا بالناشر ومدير تحرير وكالة عمون الإخبارية الصحفي باسل العكور. مساء الخير. مساء النور. إذن أهلا بكم ضيوف البرنامج. أبدأ معك أولا أستاذ سعد هجرس، برأيك هل كل ما يعرف ينشر خصوصا بعد الثورات العربية المتتالية؟ شوفي، أولا خليني أقول على المقدمة، أنت قلت أن في ثلاثية الدقة والحياد والموضوعية. أنا موافق على الاثنين اللي في الأول وفي الآخر، مانيش موافق على موضوع الحياد. لا يوجد إعلام محايد. فبقترح، ولكن هناك محاولات للوصول إلى هذا الحياد. لا، ولا حتى في محاولة. كل واحد فينا عنده مرجعيته، وكل واحد فينا عنده أفكاره اللي عايز إنه هو بشايف إنها تستحق إنها تنشر. فأنا بأستبدل كلمة الحياد بكلمة النزاهة. فلأكن منحازا لفكرتي، لتوجه السياسي، لتوجه الفكري، ولكن بنزاهة. بنزاهة يعني معناها دون الافتئات على الآخرين، دون تشويه مواقف الآخرين. هذا عن الشق الأول. الشق الثاني، هل كل ما يعرف ينشر؟ بالقطع لا، لسببين. السبب الأول عام والسبب الثاني خاص. أما السبب العام فهو أنه ممكن جدا تبقى فيه أسرار تضر بالأمن القومي على سبيل المثال. فهنا دي طبعا أنا ضد نشرها على الإطلاق، لأنها لا تخدم سوى العدو. ولكن كلمة الأمن القومي كلمة فضفاضة، طبعا قد يندرج تحتها الكثير من العناوين. مظبوط. إنما ألا تستغل هذه الكلمة الفضفاضة للجم الصحفيين أحيانا؟ دائما، مش أحيانا، دائما تستغل. والصراع بيننا نحن الصحفيين والإعلاميين وبين أصحاب الكراسي، كراسي السلطة، هو هذه المسألة. ما هو ما يندرج تحت مصلحة الأمن القومي؟ وما ده حتى عندك أنت مسائل تتعلق ب، قولي لي مثلا لما يتكلم عن ثروة حاكم عربي، نعم، ده بيعتبروها دية مسألة أمن قومي، في حين أنها من وجهة نظري أنا قضية فساد. وهكذا. فإنما ده لا يلغي أنه في حاجة اسمها أمن قومي. في أسرار لا تفيد إلا العدو، دية ما مش هنشرها بالقطع. طيب. والحاجة الثانية الخاصة، تفضل، الأسرار الشخصية التي لا تؤثر في السياسات العامة. أنا مالي ومال حياتك الخاصة؟ هذا تنطع ينبغي للصحفي أن يترفع عنه. ومش يترفع برغبته، أن تكون هذه قاعدة مستقرة، أن نحن الصحفيين والإعلاميين ليس من شأننا التعرض لحياة الناس الخاصة. مفهوم. أستاذ الأمير، في الوضع الذي تعيشه مصر حاليا، هل يجب نشر معلومات مثلا سرية؟ يدعي مثلا المجلس العسكري أو الحكومة بأنها تضر بالصالح العام، هل أنت مع نشرها أم عدم نشرها؟ أنا رأيي أن مصر حالة خاصة، وفي ظل الوضع اللي احنا بنعيشه أنا أعتقد أنا تماما مع النشر.
مع النشر، ولنترك قليلا نقطة مدى سرية ده أو أهمية ده، لأن قد نختلف عليها، وخصوصا أن احنا في موقف حساس ما قد يراه المجلس العسكري أنه شديد السرية، في الواقع أنه بيحاول يحافظ على وضعه أو مقامه أو كده. أنا مع النشر بشكل موضوعي وبشكل، أنا للأمانة أعتمد في هذه الدرجة على الإعلاميين ذات نفسهم والصحفيين، وأنا أعتقد لما يكون الصحفي ملتزم بالجدية والموضوعية والنزاهة أنا أأمن له تماما، وأعرف أنه بضميره يقدر ينقي ما قد يصيب الأمن القومي في خطر وما قد يقدر يستبعده. طيب، بحسه الوطني دونما سوري. طيب، توجهات أو قوانين أو مشاكل. يعني ما قلته سيد الأمير ربما لا ينطبق على ما حدث في تغطية أحداث ماسبيرو. المتابعون لما حدث قالوا بأنه كانت التغطية غير محايدة، وفي كثير من الأحيان كانت تحريضية. بما أنك نائب رئيس التلفزيون المصري، يعني كلامك لا ينطبق على تجربة ليست ببعيدة عن العالم المصري. أولا ده في الآراء، في الإجابة في السؤال الأولاني ده رأيي الخاص، قد لا يكون رأي مؤسستي، ولو إني إن أنا أعتقد إن أنا لو اختلفت معها في بعض الأحيان أعتقد إنه من الاحترام إن أنا أسيبها لو ما كناش متفقين مع بعض في الرأي. لكن بالنسبة لموضوع أحداث ماسبيرو تحديدا، أنا أعتقد إنه لازم يؤخذ في الاعتبار، أنا أعتقد إن إحنا وقعنا في غلطة أو في غلطتين، لكن الأمر في مجمله كان لازم يتشاف في إطار الظروف اللي حصل فيها. ده كان حدث بيتم على الهواء، نكاد نكون إحنا بحكم قربنا من الحدث إنه تحت مبنانا، فإحنا اللي بنغطي، فالجميع سوري إلى حد ما وسائل الإعلام الأخرى مرتاحة لأنها واخدة الصورة مننا. فإحنا كنا بنهاجم وكان في محاولات لاختراق المبنى، وعايز أقول لك إن كان في إحساس إلى حد ما بالرعب لدى بعض العاملين من المنظر إنه يشتغل ولا يحاول يجري ولا يعمل إيه. لكن أنا في رأيي إنه لازال، لاحظي إن إحنا بنتحول من تلفزيون أقرب للنظام إلى تلفزيون شعب، وما تقوليليش إن ده هيحصل بين لحظة وضحاها. هل بمعنى إن هو يتحول إلى تلفزيون الشعب أليس يعني مستمرا في دوره السابق؟ لا على الإطلاق، على الإطلاق، وأقدر أقول لك ده بمنتهى الجدية. طيب، وبمنتهى الموضوعية. لكن أنا أقصد إن في بعض الأحيان قد يكون لدى بعض العاملين مننا لازال الرقيب الذاتي داخله لسه ما قدرش يتخلص منه تماما. طيب، في يعني في خضم كل هذه التجارب نسمع كثيرا عن الحرية المسؤولة. ما رأيك سيد العكور في هذه الكلمة التي يراها البعض بأنها فضفاضة وضبابية، قد تستعمل لتمويه التضييق على العمل الصحفي عموما؟ يا ستي، أولا مساء الخير لك، مساء الخير لجمهور هذه المحطة اللي تحب، وكل عام وأنتم بخير، والأمة العربية من المحيط إلى الخليج بألف خير. إذا تسمحي لي قبل ما أجيب على سؤالك بدي أتوقف عند مداخلة الدكتور أستاذ سعد هجرس على موضوع الحيادية، وأيضا موضوع الأسرار وكل شيء لا ينشر كما أشار. وإذا سمحتي لي بدي أختلف معه في المحورين. بالتأكيد، تفضل. أولا، الحيادية هي واحدة من الأسلحة المهمة التي يجب أن يتحصن بها الصحفي إذا كان غير قادر على أن يمارس هذا الحياد في عمله وفي تغطياته، فالأصل به أن يجد وظيفة أخرى ومهمة أخرى غير العمل الصحفي. هذا بالتقدير وبرأيي الشخصي. الحياد هو العمود الفقري لعمل الصحفي. أنت بتغطيتك يجب أن تتقن وأن تحترف أن تحيد هواك وتحيد رغباتك وتحيد دوافعك وقناعاتك الخاصة وتغطي الحدث وكأنك مرآة تعكس ما يحدث فقط. هذا المرجو، هذا يطبق؟ هذا الوضع المثالي، الأصل أن تعتاد عليه، أن تعود نفسك عليه، وأن تتعامل معه كأولوية